السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. حادثة حزيم أحزنت الجميع بعد رفض نقله للمستشفى بسيارة إسعاف ونقله في سيارة أجرة. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. نقل الفنان الجزائري حزيم على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا لتلقي العلاج بعدما تم نقله عبر سيارة تاكسي. وفي هذا السياق يعيش الفنان الجزائري حزيم محمد أيام صعبة بعد مرضه الذي يعاني منه منذ سنواته الأخيرة بسبب مشاكل في القلب. وحسب مصادر رسمية فإن الفنان حزيم تنقل رفقة زوجته من سيدي بلعباس إلى وهران ثم إلى العاصمة عبر سيارة أجرة، حيث قالت زوجة الفنان حزيم محمد في هذا الخصوص: حاولنا الاتصال بمستشفيات الولاية لإيصالها عبر سيارة إسعاف ولكن دون جدوى، وهو ما أثار استياء الفنان الكوميدي حزيم محمد.